مرحبا بكم. اليوم وصلنا لسكورة، أول محطة ما بين ورزازات وتافيلات، وبالضبط على بعد 42 كيلومتر من ورزازات. هنايا الأول ديال لافالي دو داداس، ما بين واحات وزراعات. وخلاص فاش كيكون فصل الربيع والثلج داير بينا في الأطلس، تيكون المنظر كيحمق. يلا نشوفوا هذا الشيء كله. كرة هي واحة ديال 25 كيلومتر مربع، واحدة من أجمل الواحات في المغرب اللي مازال الناس ساكنين فيها وكيزرعوها. هنايا تقريبا كاين 30 ألف ساكن و 138 ألف نخلة. وسط هاد الواحات غيمكن لكم ديروا دو تخي تخي بال بلاد، إما على رجليكم باش تمتعوا بالمنظر وتعرفوا على الناس، ولا أدو تشوفات. إلا جيتو لسكورة نهار واحد ما غاديش يكفاكم، وبيني وبينكم غير دوزو الليلة هنا باش تشوفوا الشمس كتشرق على سكورة. أنا نعطيكم تخوا زادغيس، دو تخي بون زادغيس، نوتي قصبة ايت بن مورو، قصبة لاداد دور، وقصبة تيغليوت، فين غادي يمكن لكم دوزو الليلة ابتداء من 200 درهم اون دوبل. سكورة معروفة بالقصبات ديالها، ومن بينها هذه قصبة أمريديل اللي تبنات في القرن 17. إلى عقلتو راه هي اللي كانت مصورة في الورقة ديال 50 درهم القديمة. حنا دابا في قصبة أمريديل اللي تبنات في القرن 17، ياك؟ فعلا تبنات في نهاية القرن 17 من طرف السي محمد الناصري السكوري، حنا العائلة الناصرية من منطقة زاكورة. هذه القصبة اللي كتميز على باقي القصبات بالهندسة ديالها المعمارية المختلفة، وكذلك الضخامة ديالها، الحجم ديالها كبير، وكذلك الشيء خاصنا نعرفوه اللي ربما ما كيعرفوش غالبية المغاربة، هذه هي القصبة اللي اختيرت كانت في الورقة ديال 50 درهم 50 درهم القديمة. غادي تجيو لسكورة، على ما تقرروا انا غادي نمشي نكتشف بلاصة اخرى في المغرب اللي كنبغي.